اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. اليوم بنشوف زور فين مكانه. زور موجود في التاور في الهانجر. بترسف من هنا بتنزل الهانجر موجود. طبعا هنا في سنت 14 هو هنا موجود. ان شاء الله بوريكم بعد ما نشوف ايش بيه زور. بوريكم الطريق بالضبط. زور عنده الاكزوتيك بيبيع السنة الاولى والثانية والثالثة. في شيء ناقصك خذه. لو عندك كل الاسلحة راح يعطيك دروع. ان شاء الله انا كمان بجرب بشوف ان كان بيعطيني دروع من جديدة ولا لا. طبعا الدروع اللي الان نزلت هي بيعطيك الدروع الجديدة. الان اتأكدنا هذه اليد حقت التايتن الجديدة. طبعا زي ما شرحنا يد التايتن الجديدة لما بتفك البركيد اللي هو هذا يمدينك تضرب من خلاله. يعني لو في انمي وراك هو ما بيدمجك ولكن انت بتطلق عليه وبتدمجه. فاليد جيدة جدا. طيب نجي للسلاح. بيبيع الهارد لايت او الكولد هارد لايت. انا مرة ماسكة معي الهارد لايت الكولد هارت. طبعا هذا تريس رايفل بيطلق زي الليزر كده. كل ما انت بتطلق وبتستمر تطلق على الانمي بيدمجه اكثر واكثر. طبعا اللي ما عنده السلاح هذا ياخده. ليه كاتاليست. طبعا الكاتاليست حقه بيزود لك زي ما انت شايف الستابيليتي والريلود سبيد. بالنسبة للهانتر عنده اللاكي بانتس. نحن قلنا هذا الناس اللي تلعب الهاند كانون. لو انت بتضرب هيد شوت وبتحول على السلاح. لو يعني بقيت عندك رصاصة بتحول السلاح الثاني تلعب بشوية ترجع هتلاقي في رصاصة عندك في الذخيرة. تاني شيء الهاند كانون بيرفع معك بسرعة ويكون جاهز أسرع زي ما انتم شايفين. غير كده الدقة حقته تكون كويسة لفترة معينة. يعني بفترة بسيطة كده ويروح البرك. عندنا يد الهانتر هادي زي ما قلنا هاي طبعا اكثر القطع دي اللي شرحناها ولكن احنا بنشرحها تكرارا للناس الجدد اللي بيتابعونا. لما ترمي فيوجن جرانيت بتتفجر. الدمج حقها هنا افضل وبترميها ابعد. والان لو انك دبحت واحد اصفر ممكن يرجع لك الجرانيت بالكامل. ان شاء الله بنجربها كده ونشوف. طبعا بيرجع لك جزء من الجرنيت لو دمحت حمر. لو دمحت الهيلثم احمر عدد معين مثلا 4 اعتقد بيرجع لك كمان الجرنيت كامل او جزء كبير مرة منه. ان شاء الله هذه حنجربه وحنجرب الكولد هارت. بقول هارد لايت تاني مرة. طيب عندنا الصدر هذا للوارلك. لما تستخدم اسلحة الكنتيك وتضرب هيت شوت وتذبح بيسوي زي الانفجار. الانفجار زي حق الفاير فلاي زي الايس اوف سبيد. عندك كمان مين السان شوت نفس الموضوع بس انه يشتغل على اي اسلحة من اسلحة الكونيتك اللي هنا. طيب لو انك تبي تفرم شيء في النايت فول جيب سكور عالي او شيء زي كده النايت فول العادي القديم تاخذ القطع دي وتحطها بالدفاير اللي انت تبغاه. طبعا ترفع من الدفاير كل ما كان اعلى كل ما كان السكور عندك اعلى. هنا الانفيتيشن حقت الناين لو ما غلقتها خدها وغلقها بيعطيك باور فول جير. اعتقد ان شاء الله حتى السيزون ده بيعطينا باور فول جير. طيب نروح نشوف فين مكانه بالضبط وكيف توصل له. زي ما قلنا بترس من هنا في الكورت يارد. معليش انا تاخرت شويه على المقطع لاني والله كنت شويه تعبان كده ونمت. ما انا عارف سني رجع تاني يلمني. ما انا عارف ايش المشكله فجاه كده. حتى ترايلز لا لعبت ولا شفت ولا شيء بس انا سمعت شباب بيقولوا اي كلام. ما ادري انت ايش رايكم. يقولوا الريورد حقه يعني حق الفلاولس اي كلام. تطلع هنا مو هنا معليش من هنا. هذا هو زر. طيب نروح نجرب الكورد هارت. نجرب اليد حقت التايتن.
طيب هنا في مجموعة أعداء بنشوف نرمي الكولد هارت، نرمي عليهم عفوا الجرنيد ونشوف كم بيرجع لنا. رجع لنا هو كامل، شوف الجرنيد رجع كامل. لما يكون كل ما كان الأعداء أكثر، هنا كان عندنا برضه 4 بيرجع لنا هو كامل. بس لو رميت على واحد شوف بيرجع لك شوية، تقريبا أقل من الثلث. وهذا الكولد هارت طبعا هو بياخذ الرصاص الأخضر. اول زمان كان بياخذ رصاص ابيض، الان خلوه رصاص اخضر وقوى شوي. هذا ايش بطاح تحت ده؟ هذا من الفجعه شكله. بنشوف مع الشريك ايش يسوي. اسلاح قوي محتاج.